من ضمن البنود اللي فرضها كوفي عنان على النظام السوري هو بسحب الجيش والقوات والأمن من الشوارع السوري من الشوارع والمدن السورية إلى سكناتها ومراكزها. اليوم تزداد قوات الأمن والجيش في الشوارع السورية. مبادرة كوفي عنان ما طبقوا ولا 1% منها ولا أي بند من بنودها، لا إطلاق صراحة. المعتقلين زادوا الجرحى والقتل زاد بسوريا، القصف زاد بسوريا، الدمار زاد بسوريا بعد مبادرة كوفي عنان. اليوم النظام يزداد قتلا وبئسا. عن أي اسأل أي عقوبات؟ هي 15 شهر صار لنا في الثورة السورية، ألا يكفي من فرص ومبادرات؟ نحن ضد أي مبادرة تنعطى للنظام. يعني كل اجتماع مجلس امان بيصير في مزرعه بسوريا، بتمنى بجميع الاطراف في سوريا انه خلص نتقيد بخطه عنان، هي الخطه الوحيده للخروج من الازمه السوريه، بكفينا دم. The ongoing violence in Syria is shocking. The latest atrocities in the province of Amr are appalling. The situation in Syria has already an impact on the region and in particular on neighboring Lebanon. We must stop the violence in Syria and we must avoid a regional conflagration that can set the whole region into fire. A political solution in Syria is still possible and necessary, but new action is needed. This is the clear message of Kofi Annan, the United Nations, the Arab League, and the whole international community. We share this view of Kofi Annan. I see you're satisfied and I wish you well today. Thank you.